ممكن تلخص لنا مشاركة سوريا في هذا المعرض؟ أهلا وسهلا فيكم، ترحب بالإعلام السوري اللي عم يرافقنا بكل الفعاليات الخارجية. طبعا المعرض كما تعلمون مشاركة ثانية لسوريا في معرض بغداد الدولي. العام الماضي كان لنا مشاركة في الدورة 44، نحن اليوم بالدورة 45. سوريا تشارك باختصاصات قطاعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية. طبعا المشاركات الهندسية ضعيفة ولكن باقي القطاعات مشاركة جيدة. نحن عم نحكي عن 21 شركة سورية مشاركة في هذا المعرض. الأسواق العراقية أسواق جيدة للمنتج السوري والشعب العراقي، المزاج العام للشعب العراقي محب للمنتج السوري وللصناعة والتجارة في سوريا. طبعا نحن نعود إلى الأسواق الحقيقية لنا، نحن في سوريا كنا موجودين وبقوة على الصعيدين، المنافسة في النوعية بالجودة والسعر لكافة منتجاتنا السورية. حاليا نعود بعد السنوات العجاف التي مرت على القطر. ستبقى الأسواق العراقية دائما هي أسواق مهمة بالنسبة للصناعي والتاجر السوري. نأمل أن يكون نتائج معرض بغداد الدولي في الدورة 45 جيدة وتحقق الأهداف من المشاركة للصناعيين والتجار السوريين في هذه الأسواق.